عمرها ما راحت جامعة، بس تعرف النعناع بيطلع امتى. بتعرف ازاي تطبطب على حد تعبان، بتعرف كمان تسمع مشاكل الست اللي بتنظف لها البيت وما بتزهقش، وتقترح عليها كمان تعمل ايه. مفيش اشطر منها في حل الكلمات المتقطعة والسودوكو. تعرف كمان تعمل مربى بلح وتين وفراولة. الكيلو الفراولة بيتحط عليها كيلو سكر. كان زمان الفراولة بتاع زمان كانت معسلة، كنا بنحط لها كيلو لربع. وكمان تعرف تعمل الموارد، وتقدر بقى تكرر لك كل استخداماته الطبية والمفيدة للصحة. علمت نفسها تلعب بيانو، وتعرف ازاي تزرع احلى ورد وياسمين ومئة الف نوع زرع تاني. تحب تروح معرض الزهور وتشوف الطبيعة، وتوضب السفرة بمزاج، تعرف كمان تشتري هدية ايه لمين، وازاي تقرأ نظرات عينين الناس اللي بتحبهم. معهاش دكتوراه، بس بتعرف تحكي حكايات مش ممكن حد ينساها. تعرف امتى تسمع وامتى تتكلم. في حاجات ما بتتذاكرش لا في المدارس ولا في الفصول.